مسيفتكم فكاهين مفاتحين على عالم السوشيال ميديا، شنو بان لكم في الضجه اللي وقع على ياسين العمري؟ ياسين العمري هذا واحد الداعيه اللي تبارك الله مره كيطلعوا لي مقاطع من الفيديوهات ديالو، يعني كيكونوا عندهم علاقه بالحياه اللي كنعيشوها، وعنده زعما صراحه نصائح مزيونه بزاف، يعني كيعجبني نشوفه. والضجه اللي وقع عليه هو ما قال غير الصح، وما قال يعني ما قال شي حاجه اللي هي يعني بحال نقول لك خارقه اللي تجعلها الضجه. انا جاني مساله عاديه بحكم المجتمع ديالنا، وبحكم ما يعني حنا ما نهضروش على ديك الموضوع اللي هضر فيه واش مزيان ولا خايب، ولكن هو ما قال حتى شي حاجه د العيب. تحياتي واحترامات يا اخي. هو غادي يجاوب في الاجابه، فهمتي؟ لان عطيني انت كنتفرجوا مع بعضنا. في الاعمال الرمضانيه انا نهضر لك على الاعمال الرمضانيه اللي عملنا انا وجمال مع السي عبد الله فركوس، واحد التكريم اللي كنتوا تفرجتوا له اش وقعت، اذا 100% تكونوا تفرجوا له، دازت نمره جميله جدا. وبالنسبه للاعمال الرمضانيه انا كاين اللي كيبغيها وكاين اللي ما كيبغيهاش، وكاين اللي كيقول لك يعني بالنسبه لنا انا اللي كيعز بيا الحلوه كيقول لك ديك الفنانه اللي كاينين في التلفزيون هما محسوبين على رؤوس الاصابع، فهمتي؟ لا بالعكس، كاين مواهب وكاين طاقات، وكاين طاقات جميله جدا الا دخلوا التلفزيون، فكون على يقين على ان الشعب المغربي عادي يتمتع وعادي يستمتع، ويكونوا اعمال جميله جدا. وانا ما كرهتش يعطيو فرصه لهذا، ماشي جمال ونور الدين، ولكن الشباب والمواهب اللي كاينه صراحه. الله يهديك. كنشوفكم شي في سيفكم ديال رمضان. هذا بالنسبه لهذا السؤال هذا خصك تسقسي التلفازه ماشي حنايا، لان حنا دائما واجدين ودائما الحمد لله في يعني في تالق وكنخدموا وهذا. فهذا السؤال خصو يتطرح على شركات الانتاج اللي محتكره التلفزيون، وهي اللي عندها اللي كتشوف ان المقاييس اللي كتاخذ بها الفنانه اللي كتشوفوهم كل عام وكل سنه. فالجمهور المغربي اكتسب واحد المناعه على انه ولا كيشوف ديك الشيء كيف ما هو وكيهضر نيت، وهذوك شركات الانتاج اكتسبوا مناعه ما كيديوهاش في الجمهور، يقولوا اللي بغاو هما اللي في راسهم كيعملوه. فاحنا طبيعه الحال خدامين. كانت واحد المشاركه مزيونه في حلقه السي نور الدين مع السي فركوس مع احباتي، احنا تكفينا هذيك، ولكن الحمد لله الجمهور ديالنا كيعيط علينا من بقاع جميع بقاع العالم، كنمشيو عندهم حتى المدينه ديالهم وكنشطوهم وكنضحكوهم، هذا يكفينا. مي التلفازه يعني كيبقى عملت شغل ديالها في الايام ديال الكوميديا. بلاتي نكمل النقطه هذه الله يرحم والديك، لان ما يحز في النفس هو على انك تكون ماشي في الطريق، مثلا خصوصا ملي كنسافروا انا وجمال كنمشيو لكازا مثلا ولا الرباط ولا اكادير ولا اي مدينه، كتلقى الجمهور ديالنا تما، ويعني كنكونوا غيبنا عليهم غيبنا عليهم محمود داك يقول لك واش كاين شي جديد في رمضان، ما كنلقاوش الجواب هذا السؤال هذا، لان الجواب عندهم هم بحال اللي قال لك جمال في الشركات اللي معنيين بالامر، ما يعني كتسطل انك تخدم على السوشيال ميديا وصافي، باش كتبقى كتقرب من الجمهور ديالك العزيز، فهمتي؟ قول لي دابا السؤال الله يرحم والديك، لان ما سمعتكش. القنوات المغربيه انا ما كنكذبش عليك، انا كنتفرج والله الا كنتفرج، وبحكم انني كوميدي كنشوف بعض، يعني كاين يعني كان بالامكان يكون محسن، خصوصا لا في السلسلات ولا في المسلسلات، يعني ما كنصبعش المسلسلات خصوصا السلسلات، بحكم ان كوميديان يعني كتتفرج بواحد يعني كتقول خصو يكون هذا الكاك هنايا، خصها تكون هذه الكلمه هيدا، خصو يكون هذا المشهد هيدا، خصها تكون هذه القضيه هيدا، الحركه هيدا، كتكون كتجبر واحد النقص. وان شاء الله حنا كنطلبوا اننا نكونوا يعني نكونوا في الواجهه، ونكونوا ان شاء الله في التلفزيون المغربي باش نقدموا الاعمال كيف ما قدمناهم انا وجمال الجمهور. الحمد لله الجمهور اللي كيطلب جمال ونور الدين، ويكون خير في القدام ان شاء الله، الى الامام ان شاء الله. التلفازات المغربيين بحال اللي نقول لك انا بقيت كنت كنتفرج ما بقيتش، علاش؟ لان بحال اللي طاحت في واحد النمطيه بالنسبه لي انا بقيت كنشوف واحد مجموعه ديال الاعمال كتكرر نفسها، كيقلبوا حتى هما في التلفازه، ولاو كيقلبوا على شي حاجه اللي كتخلق الجدال اللي غادي ما يبقاش، ولات التلفازه كتتعاند مع السوشيال ميديا في هذه النقطه هذه اللي هي ديال البوز. ف ما نكذبش عليك، كاين شي حاجات اللي كتطلع في اليوتيوب ولا شي حاجه دازت في التلفازه يعني تستحق المشاهده، ولكن باش نجلس هكذا نتفرج في التلفازه ما كاينش هذه القضيه هذه. والجمهور ديالنا كيف ما عودناه بالجوده، فاحنا كنوعدوه دائما غادي تشوفوا الجوده، وباش تضحكوا ان شاء الله، وباش تنشطوا، ودائما الحاجه اللي غتدخل القلوب ديالكم جوده كاليتي كاليتي كاليتي، وهذا يعني تدخل القلوب ديالكم وتدخل الديور ديالكم، وباش نجمعوا الشمل ديال العائله ماشي باش نترشوها. اخر سؤال، طبعا واش كتشوفوا ان الفكاهي الشمالي سواء في طنجه سواء في الشمال كامل ما واخدش حقه في الساحه الفنيه في المغرب كامل؟
هي من دائما من دائما احنا ما نعتبروهاش عنصريه ما نعتبروهاش انا ولكن غنعتبروها على ان اصلا هي اللهجه الشماليه مؤخرا عاد بداو كيتسلط عليها الضوء اما من دائما كانت شويه المركزيه يعني احنا من الشمال كنعرفوا الناس مثلا درباط وكازا كيفاش كيهضروا كيفاش كيتكلموا لان كنشوفوهم في المسلسلات كنشوفوهم في الاخبارات كنشوفوهم في الوثائقيات ولكن اللهجه الشماليه كانت بحال نقول لك بعيده ودابا حاليا كاين واحد الطفره كاين واحد شويه كنجبروا فننا شماليين الحمد لله يعني واخدين حقهم وكاين شي وحدين اللي ضايعين ولكن داكشي مع حيت عندنا جوج ديال التلفازات ان شاء الله يا ربي النهار اللي غيوليو عندنا 20 اذاعه ما يكونش هذا المشكل تحياتي بحال يقول لك بحال قال لك جمال بالضبط كاين واحد الطفره على ان يعني كاين بعض الفنانين شماليين دابا كنشوفوهم في التلفزيون ولا لاحظتي معايا يعني كاين واحد المساله ايجابيه اي فنان كوميدي كيدوز التلفزيون كيكون عنده واحد يعني واحد الوزن كاين واحد الوزن كتقول هذا بانه كوميديان تبارك الله دمه خفيف يعني فهمتي وان شاء الله يكون الخير القدام ان شاء الله تحياتي واحتراماتي الاشواق شباب تحفيز ما تكونوش أناس عاديين بركة من الناس يعني الإنسان العادي بركة عليه حاولوا يعني تفوقوا في أي مجال وخا تكون أنتينا يعني نجار تفوق في المجال ديالك أي واحد كيعمل شي عمل شي دومين يحاول يتقنه ويحاول يبتكر شي حاجة اللي يعني شوية الاختلاف وإن شاء الله يا ربي غيكون غير الخير وبلا ما نبقى نقول لك الكلاسيكية بعدهم من هذه وبعدهم من هذه وهذه هذيك المسألة كتبقى لكم نتوما حيت كاين اللي كيعمل داك الشيء وهو مدخن مع راسه واخذ حقه وعنده يعني ما احنا ما نخلطوش احنا كنهضروا على بركة من الأناس العاديين حاولوا يعني تخلقوا لنا أناس غير عاديين أنا كنقول للشباب الطاقة الإيجابية والإرادة تصنع المستحيل تحياتي لكم أشواق شكرا جزيلا شكرا لسعد العادي شكرا لسيليا شكرا لجميع المنظمين تبارك الله كان واحد المجهود جبار اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله